السلام عليكم، معاكم سيد من قناة أبدع واستمتع كرييتس فان. النهاردة بنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة جدا 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 لأي يوتيوبر عنده قناة على اليوتيوب. الموضوع هو ترجمة فيديوهات اليوتيوب. وليه أنا بقول الموضوع ده مهم جدا؟ أولا الموضوع دوت تمام هيرفع آفاق وصول قناتك للعالم كله. إزاي؟ بإحصائية بسيطة جدا، دلوقتي إحنا عدد سكان الوطن العربي اللي هو المفروض بيسمع للفيديو العربي حوالي ماكسيموم يعني 500 مليون بني ادم، يعني نص مليار. عدد سكان العالم 7.5 مليار، تمام؟ يعني لو فرضنا ان انت بيسمعك اقل مثلا من 20% من سكان العالم، تمام؟ انت هتزود العدد ده بمقدار كام؟ من 7.5 مليار لنص مليار، يعني 14 ضعف تقريبا، تمام؟ لو انت ترجمت الفيديو بتاعك. ازاي؟ دلوقتي انت الفيديو بتاعك باللغة العربية، تمام؟ هنعمل مع بعض النهارده واوريك ازاي تعمل فيديو باللغه الانجليزيه، تمام؟ يعني هترفع الترجمه بتاعت الفيديو بتاعك للغه الانجليزيه. مجرد ما رفعت الترجمه للغه الانجليزيه تقدر تعمل حاجه اسمها اوتو ترانسليت. يعني ايه اوتو ترانسليت؟ هياخد الترجمه اللي انت عملتها للانجليزي، تمام؟ ولو في شخص في اسبانيا بيختار الاوتو ترانسليت ويحولها اسباني. لو في شخص في الصين بيتفرج على نفس الفيديو هياخد الترجمه اللي انت حاططها ويحولها لصيني. هو ده الفرق، يعني بيخلي احتمالية مشاهدة القناة بتاعتك تزيد جدا جدا جدا. بلس ان في دلوقتي احصائيات صدرت قريبا من اليوتيوب نفسه بتقول ان الفيديوهات المترجمة بيزيد عدد مشاهداتها لدرجة تصل الى 50% عن مشاهدة الفيديوهات الغير مترجمة، تمام؟ بلس طبعا الاهمية لحاجات تانية كتير. يعني انا دلوقتي راجل في وسط زحمة مش عارف اسمع الفيديو كويس، اقدر بس بعيني اتابع الكلام اللي مكتوب تحت في السبتايتل او الكابشن، صح ولا لا؟ ده هيبقى مطبق على كل العالم، فاهمني؟ ان اي حد مش قادر يسمع، السماعه بتاعته مش شغاله، او ان عنده مشكله في انه يشغل السبيكر، يقدر يتابع الكلام اللي مكتوب على الشاشه. فدي برضو امكانيه كبيره جدا هتقدر تاخدها للفيديو بتاعك، تمام؟ امشي معايا واحده واحده هوريك ازاي نبدا اولا لترجمه الفيديو اللي موجود بالفعل على اليوتيوب، تمام؟ وبعدين ازاي نرفع الترجمة على اليوتيوب ونفعلها، وبعدين ازاي نفعل بقية اللغات العالمية. يلا نخش معايا دلوقتي على الكمبيوتر، تمام؟ دلوقتي هنا هوت عندي الصفحة بتاعتي موجودة هيت، تمام؟ فيها فيديوهات. هنا هتلاحظ ان في كلمة سبتايتل، يعني الفيديو ده موجود بالسبتايتل. وطبعا زي ما حبيت اعرفكم يعني ان مش كل الفيديوهات تنفع تترجم، يعني في فيديوهات انت بتخاطب العرب، يعني انت بتخاطب مثلا العرب تقول لهم كيفيه تعلم اللغه الانجليزيه، فانت الفيديو دوت مش محتاج تترجمه للانجليزي لان انت اصلا بتخاطب بيه العرب فعلا. انما في فيديوهات انت بتتكلم عن حاجه تكنيكال، مثلا بتعلم الناس طريقه معينه، بتفهمهم برنامج معين، فايه المانع ان انت تترجم الفيديو ده طالما الامكانيه موجوده ان اي حد في العالم يستفيد منه؟ هي دي الفكره الكبيره جدا من وراء ترجمه الفيديوهات، تمام؟ هتلاحظ ان هنا الفيديو بتاعي اولا العنوان مكتوب بالعربي وبالانجليزي، تمام؟ وظهر تحت فيه سبتايتل، يعني السبتايتل متفعل، يعني انا اوريدي حاطط ترجمه انجليزي عليه. وطبعا زي ما قلت زي ما ترجمت الانجليزي كل اللغات هيحصل لها اوتو ترانسليت، يعني تقدر اي حد في العالم يتفرج عليه باللغه بتاعته، تمام؟ هنختار مع بعض فيديو، تمام؟ مش مترجم خلاص، ونترجمه مع بعضينا ونشوف ازاي الخطوات هتتم، تمام؟ ادي فيديو مثلا اهو، الفيديو دوت مش مترجم مع الوش سبتايتل، خلاص اهو بقى بص هنا اهوت مفيش اي ترجمه خالص عليه، ولا الكابشن اللي هي الكلوزد كابشن مش موجوده، علامه السي سي اللي بتبقى موجوده في الترجمه. طيب هنا افضل ان احنا نعمل داونلود للفيديو، تمام؟ ليه داونلود؟ انا ممكن ارفع الفيديو مباشره من غير ما اعمل داونلود، ارفع صوره الترجمه بدون ما اعمل داونلود. هنا انا هعمل داونلود علشان اعمل تشيك عندي على الجهاز واتاكد من ان الترجمه ماشيه صح، بعدين ارفع ملف الترجمه اللي انا بترجمه، تمام؟ في ثواني، تمام؟ اهو هننزل، خلاص نزل الفيديو، خلاص هنفتحه، ادي الفيديو بتاعي، خلاص نفتح دلوقتي فولدر جديد، خلاص ونسميه مثلا ترانسليت، ده الفيديو بتاعي اهو موجود دلوقتي عندي على الجهاز اهو، تمام؟ طيب هنوقف خلاص ونبدا نشوف الملف الترجمه. هو عباره عن ملف نوت باد عادي جدا من اللي موجود عندنا. هاجي هنا اهوت افتح ملف نوت باد،
تمام خلاص، او اروح على علامة الويندوز واكتب نوت، ادي نوت باد اهي ظهرت عندنا خلاص، واعمل له سيف، سيف از، واختار المكان اللي انا عايز احمل فيه مثلا، وليكن في الداونلود اهو خلاص، في الفيديو وفي الترانسليت اللي انا عملته دلوقتي خلاص، واسميه مثلا الفيديو بيتكلم عن انستجرام خلاص، هنسميه انستجرام سيف. تمام، هنبدأ ازاي؟ برضو طريقة بسيطة جدا، تابعوا معايا خطوة خطوة. اولا اول جملة هتبقى واحد، تمام، وبعدين في الدقيقة كام وفي الساعة كام، يبقى انا هحدد اول حاجة الساعات، تمام، بعدين اهي دي الدقايق، بعدين الثواني، وبعدين الجزء من الثانية، وبعدين اعمل كومة صغيرة، تمام، ومسافة وداش داش، وبعدين علامة اكبر من مسافة تاني، ونفس اللي عملته في الاول، الساعات ثم الدقايق ثم الثواني ثم الجزء من الثانية، بس كده. ده اول لاين عملته. نكتب بقى مع بعضينا واحدة واحدة كده. هنا هو بدأ بيقول ها بس في الدقيقة، سوري، في الثانية 7 بدأ يتكلم ويقول مرحبا بكم في قناتي. يبقى نقول ايه؟ هاي ويلكم تو اور شانل. بس طيب بدأ في الثانية كام؟ في الثانية 7، تمام؟ خلص في الثانية كام؟ في الثانية 9 تقريبا، تمام؟ خلاص نخش اللاين التاني، بدل ما نكتبه كله ناخد كوبي من اللي فوق، تمام، ونغير بس التزامن بتاعه، نشوف ازاي نغير التزامن، تمام. طبعا اللي تحت هنا خلص فين؟ اللي فوق هنا، سوري، خلص في الثانية 9، يبقى احنا هنبدأ من الثانية 10، ده لو هو في حالة ان هو بيتكلم بدون اي توقفات، تمام، ونشوف هيقف فين، مش هنكتب هنا الثانية غير لما نشوف هو هيقف فين. وهو تحميل الصور والفيديوهات من على الانستغرام. تمام، عشان نعمل كده يبقى هنقول هنا اهوت، اهو وقف في الثانية كام؟ 16، يبقى هنا الثانية 16. in this video، خلاص سوري، in this video we will show you how to download videos from Instagram. بس ادي التالت، خش على التالت، تمام، هناخد ده كوبي برضو ونغير التزامن. هنا بدأ، هيبدأ مثلا في الثانية 17، ده برضو زي ما قلت لو في حالة ان هو بيتكلم على طول. تمام، خلاص ان هو تقريبا في الثانية 19 بدأ يقول، خش على جوجل بلاي، خلاص مش هنسيب دي دلوقتي، مش هنغيرها، اوكي، هنقول open your phone، تمام، then go to جوجل بلاي او اللي هو البلاي ستور، صح كده اهوت. في الدقيقة كام؟ الثانية كام؟ لحد مثلا الثانية 20. اوكي، نكمل مع بعض. 4، عملية بسيطة جدا ومع بعض اهو، واحدة واحدة، ناخد كوبي من اللاين دوت وننزل تحت خلاص. في الثانية 21 قال ايه؟ روحوا على اسم البرنامج، هنسيب ده دلوقتي. هنقول له ايه؟ هنقول هنا انستول ذا اب، ونقول اسم الاب جاست لود. تمام، ده كان مثال بسيط. طبعا انا هكمل الفيديو وارجع لكم تاني، تمام، هنوقف دلوقتي ونكمل الفيديو، وبعدين اوريكم ازاي بنرفعه وازاي بنعمله الاول تيستنج. واقف معايا، هرجع لكم تاني دلوقتي. هو عندي تم ترجمة الفيديو بالكامل، تمام، هو تقريبا حوالي 3 دقايق و30 ثانية، تمام اهو. طيب نبدأ بقى نحط الترجمة، تمام، هنا طبعا لسه الترجمة ما حطيناهاش، خلاص هنقفل الفيديو دوت ونفتحه ببرنامج معانا بيلقط الترجمة زي ال VLC دوت، خلاص ده البرنامج ده نقدر نحط عليه الترجمة بسهولة. نخش هنا هو في السبتايتل فوق خلاص، ونعمل اد سبتايتل، وناخد الكابشن ونقول له اوكي اهو، ادي الترجمة ظاهرة قدامي مع كل جملة بيقولها، طول ما انت ماشي الترجمة اهو ظاهرة معي.
لحد الآخر، تمام، جملة جملة بتظهر معاك. طيب دلوقتي احنا قلنا خلاص الفيديو اوريدي موجود عندنا في القناة، يبقى انا هرفع بس الايه ملف الترجمة. هنرجع تاني للقناة بتاعتي، خلاص هنخش دهوت على حاجة اسمها يوتيوب ستوديو، تمام. في اليوتيوب ستوديو هنخش على الفيديوهات بتاعتي، خلاص، او نخش على حاجة اسمها سبتايتل. خلينا على طول في السبتايتلز، تمام، وندور على الفيديو اللي انا عملت له ترجمة اللي هو دهوت تحميل فيديوهات من الانستجرام، تمام، ونعمل اد. لازم طبعا احدد اللغة، تمام، خلاص هنعمل اد لانجويج، تمام، خلاص هو اهو متحدد اللغة الأساسية إن هو عربي، هي متعلم عليها. أنا اللي أنا هضيفها دلوقتي هي الإنجليش، أهو إضافة الإنجليزي، تمام. بعدين أجي هنا أهوت وأدوس آد وأعمل أبلود فايل، تمام. أدي أبلود فايل، هيديني هنا أهوت الخيارات، تمام. نروح للتحميلات اللي عندي في الفيديوز، في الترانسليت، في الكابشنز اللي انا حطيته، ونقول ابلود اهو. نعمل تيست سريع، ايوه الترجمة هي شغالة، تمام، ونعمل بابلش، خلاص كده هو تم رفع الترجمة دلوقتي بشكل كامل للفيديو بتاعي اللي موجود اوريدي على اليوتيوب، تمام. هنروح نرجع للقناة، تمام، ماشي، هنشوف القناة بتاعتنا في الفيديوهات. هنا هو ادي الفيديو بتاعنا والسبتايتل متعلم عليه ان خلاص بقى فيه سبتايتل. طيب نفتح ونتأكد اهو، مجرد ما بيتكلم السلام عليكم على طول بدأ الكلام، بدأت الترجمة معانا، تمام. طيب هل دلوقتي الانجليز بس هم اللي استفيدوا من الترجمة دي؟ يعني مثلا انا عامله بالعربي عشان الاجنبي الانجليزي بس هو اللي يستفيد؟ لا، هنا بقى الجزء المهم جدا ان كل العالم يقدر يستفيد من الترجمة ديت. ازاي؟ هنخش على علامة السي سي اللي هي الكابشنز عندنا، تمام. هنا اقدر اقفل وافتح الترجمة عادي جدا لو هو انت مش عايز تشوف الترجمة، ونخش على الترس اللي جنبها سيتنجز، تمام، وفي حاجة اسمها سبتايتل انجلش هندوس عليها، تمام. الانجلش متوفر هنا، معمول عليها علامة صح، في تحتها اوتو ترانسليت. العلامة دي ما بتظهرش الا لما تكون انت اوريدي مفعل لغة اساسية للترجمة. اوتو ترانسليت بياخد الترجمة اللي انت حاططها ويترجمها هو بشكل اوتوماتيكي. طالما انت عامل ترجمة جيدة يبقى الاوتو ترانسليت بتاعك ان شاء الله هيكون جيد بنسبة كبيرة جدا، وهيكون مفهوم للغات العالم كاملة. فهندوس اوتو ترانسليت، تمام، خلاص، ونختار اي لغه من اللغات العالميه. على سبيل المثال الصين، يعني عدد الصين فوق المليار بني ادم، تمام. لو قلنا مثلا 1% من الصينيين هيشوف الفيديو دوت هيحتاج اللغه الصيني، ادي اللغه الصينيه، تمام، اتفعلت اهي موجوده كمان معاك على الفيديو. يبقى كده اهوت انا عرفت من الالف للياء ازاي اترجم او اعمل سبتايتل او كابشن للفيديو بتاعي، تمام، وازاي ارفع الترجمه ديت، وايه اهميه الترجمه ديت في ان الفيديو بتاعي يبقى منتشر على كل مكان في العالم، واي لغه في العالم تقدر تستفيد منه. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم من شرح النهارده، وموعدنا في فيديوهات قادمه مفيده ليكم ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله.